السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ بنلتقي من جديد وبتكلم من ارض الحدث. عايز بس اقول في دقيقه كده ان شاء الله الفكره بتاعه الدونينج والدوفينج و how to do it safely. طيب، هي طبعا في مشكله في البي بي اي وكده، فيا ريت نتفرج على الفيديوهات بتاعه الدونينج والدوفينج، اللي هي الدونينج ازاي تحط البي بي اي او ازاي تستخدمها، والدوفينج ازاي تشيلها. كويس، هي مشكلة مش في لبسها، مشكلة في انك تشيلها. يعني انت وانس حطيت البي بي اي بتاعك، مثلا حطيت الفيس شيلد او حطيت الماسك او كده، انت حضرتك لما تيجي تشيله لو مسكته قدام كده، طبعا ده جديد، ده انيوز انا لسه جايبه دلوقتي. فلو حضرتك مسكته قدام كده، انت الفيروس اللي جاي من المريض على الاوتر سيرفيس حضرتك بتمسكه في ايدك، فانت كده بيبقى الموضوع ده كده ووبن وليس بروتكشن. كويس، فحضرتك انت بتشيل من ورا طبيب بره. كويس، احنا عندنا بنعقم بنعقمه تاني الفيس شيلد بالكول سواب وايبس وبتمسح. طيب، الماسك حضراتكم طبعا الماسك ده لسه برضه جديد، ما شفتش مرضى لسه النهارده. مش هينفع تمسك من هنا، هو بتمسك من ورا. كويس، اذا كان هو أستيك أو بطاي حضرتك بيتشال كده يطلع لبره، لكن بتحرك بتمسك ما تلمسش الأوتر سيرفيس بتاعه. كويس، وكذلك هو ما ينفعش حط على الرقبة، يعني مفيش حد يعمل كده، يعني كده حضرتك أنت كده عمال تنقل الفيروس من بره لجوه. حلو، ريوز أنا مش هتكلم فيه، يعني هو مش يعني دي حاجة مش هتبقى مظبوطة إن احنا نقعد نعمل ريوز أو كده. لو هو ويت هو بيكوال نوثينج. الماسك السيرجيكال ماسك مش بيحميك بقدر ما بيحمي الناس منك، فاحنا دايما بنقول للناس لو انت بدأت تحس بأعراض البس ماسك ساعتها وبعدين نتصرف بعدها. كويس، فده سريعا كده الماسك وقصته. تلبس بيتقلع من بره، واحنا ديورنج الدونينج والدوفينج بنغسل ايدينا مرتين ثلاثه. كويس، يعني انت جنبك الكحول او الجيل او اي مكان حاجه بتستخدمها، وبتغسل ايدك مرتين ثلاثه ديورنج، لانك انت بتقلع الجلافز، المفروض بتحط صباعك جوه الجلاف وتطلعه بره وهكذا، او الاولاني بتشيله من بره، لكن التاني بتحط صباعك، لان ايدك دلوقتي بقى عندك بير هاند. كويس، وبعدين تغسل ايدك، وبعد كده تقلع الجاون، تغسل ايدك، وبعد كده تشيل الماسك. على الرقبة مش هينفع، هي ويرت اور تيرت، مش هينفع على الرقبة، مش هينفع تطلعه وتنزله. انا عارف طبعا هو ان كومفي، بس انت محتاج تلبسه طول الوقت. نقطة تانية، قبل اول ما تلبس الماسك، اول ما تلبسه المفروض بتظبط الانجل بتاعته. كويس، عشان ما يبقاش عندك دخلك حاجة من بره. المفروض ان انت بتنفس اللي بيحصل له ساكشن، معناه كده ان على قدر الامكان هو مش بيدخل حاجة من بره. طبعا هو ده مش الايديال، المفروض الحاجات الاي بي بي 2 وال ان 95 والحاجات الاوكي ان 95 والحاجات دي، بس ستيل لو انت لابس ماسك والمريض لابس ماسك ده بيحمي. كويس، نرجو ان على الاقل على قدر الامكان الجاونز او السكرابس اللي حضرتك بتلبسها يعني تخليها معاك في كيس لوحدها وتتغسل. لو في امكانيه تغسل في المستشفى يبقى ايديال، حضرتك تاخد شاور في المستشفى، بس انك ما تنقل، ما تبقاش كارير، تنقل الحاجات دي البيت. كويس، يكون معاك السكراب بتاعك وكروكس او اي شوز، اي حاجه بتاخدها معاك المستشفى، دي بتاعت المستشفى، ده لبس المستشفى، دي حاجه المستشفى كلها، مفيش ساعه، مفيش خاتم، مفيش الكلام ده، مفيش سلاسل على قدر الامكان. يعني احنا كل دي احتياطات بنحاول نعملها عشان نقلل حدوث العدوى. طبعا الموضوع open for comments، و دي على عجالة، ولو في حاجة أنا موجود في الخدمة. شكرا، السلام عليكم.